بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله باش نخدمه دي تركيب على ليميت، وبطبيعة باش نبقوا في لي فورم ديتيرميني. حكينا المرة اللي فاتت في السيونس اللي فاتت شوي، حكينا على دي فورم ديتيرميني، يعني في بالي نفكر زيرو يصير زيرو. توا باش نحكوا على الفورم ديتيرميني اللي هي مثلا بلس لانفيني موان لانفيني، والا عكس بلس لانفيني موان لانفيني، والا تلقاها موان لانفيني بلس لانفيني، تلقاها كيفك. دونك سي ان فورم ديتيرميني، لازم تلقى حل باش تتخلص منه باش تنجم تحسب ليميت نتاعك. اول ليميت باش نحسبوه سي الليميت في الليميت lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré plus 3x moins 2x. D. لهنا يا جماعة بالطبيعة لازمكم ثم كالطريقة انكم تشدوها باش تعرفوا شنو باش تعملوا في الحالة كي تطيحوا في حاجة كيما هك. لهي أول حاجة، إذا عندك في الشكل هذا الـ يعني الـ فونكسيون اللي عطيها لك في الشكل هذا، يعطيك في شكل راسين دو AX كاري بلس BX بلس C، ويحط لك على جنبها مثلا موان ألفا إكس وإلا بلس ألفا إكس، ما يهمنيش سيبوزون يعني هيك. بي شنو باش تعمل؟ أنت باش تاخو كان الأولانية كراسين دو A، وتشوف ال تقارنها مع الألفا. شفت ال A هذه الإكويفيسيون، يعني البارتي الأولانية تاع فونكسيون بولينوم سكوند ديجري لوطاني في وسط الراسين، تشوف الكويفيسيون تاعو هذا كان هو ديفيرون على الألفا. ديفيرون شنو باش نعملو؟ باش نحاولو نخرجو من الراسين، نعملو فاكتوريزاسيون، نحاولو الإكس كاري نخرجوها أون فاكتور. هذه في حالة شنو؟ في حالة ال A والألفا سي ديفيرون، واضح ولا؟ بي دونك لهنا شنو باش نعملو؟ لأنه ثم شكون لهنا يجي يلقى ليكزومبل هذا، شي يعمل؟ يعمل كونجيغي، يضرب الفوق ولوطا في الكونجيغي. دونك تنجم توصلوش ولا فهمت كيفاش. دونك لهنا الأحسن أنك تبع الطريقة نتاعك. بي دونك شنو باش نعملو؟ سي باش نعملو الإكس كاري أون فاكتور. ثم شكون يجيك يقول لك علاش عملت الاكس كاريون فاكتور؟ لانه في الراسين، انت عندك راسين مثلا، راسين كيما هاك، راسين دو كات، كيفاش تخرجها الكات هذيك؟ تخليها مشي في وسط الراسين، لازم تكتبها في شكل حاجه قوه 2، وقتها باش تولي لك راسين سي بادي رابسودي دو دو اللي هي دو. واضح؟ الحل الوحيد انه نخرجوا حاجه اون فاكتور، دونك حاجه او كاري. دونك لهنا ما لازمنيش نخرج الاكس، لازمني نخرج الاكس اون فاكتور، اكس او كاري اون فاكتور، باش نجم نتحصل على الاكس كي نخرجها من راسي. فهمتني؟ دونك لهنا نكملوا ليميت اكس لورسك اكس تونفير بلس لانفيني دو راسين x كاري اون فاكتور. شنو يبقى لنا؟ واحد مع ثلاثة على x موان 2x، هذيك ما عندنا فيها حتى دخل. دونك ليميت لورسك x تنفير بلوس لانفيني، القاعدة الثانية تو نحن نعرف أنه راسين دو A فوا B سي راسين دو A فوا راسين دو B. دونك نطبقو القاعدة، شتاتجينا راسين de x carré fois racine de 1 plus 3 sur x moins 2x. لهنا كالعادة نواصلو الكالكيل. اش تنعمل لهنا؟ ليميت بلس لانفيني، خليني نهبط، سي اتيغال ليميت لورسك اكس تونفير بلس لانفيني. شنو عندنا نحنا؟ مش عندنا راسين x كاري، وشنو عندنا؟ قاعدة تقول أنها الفالور أبسولي دو x، سي لا فالور أبسولي دو x، ما وين هذيك، فوا راسين دو 1 بلس 3 سير x، فوا
racine de 1 plus 3 sur x, je n'en ai pas là, moins 2x, moins ليه لهنا توا نحنا نخدمو في الليميت في البلوس لانفيني دونك الاكس بوزيتيف دونك مادام الاكس بوزيتيف دونك الفالور ابسولي سيتي قالا ا اكس علاش لهنا يعني فما شكون مازال ما يعرفش نذكروه نعملو له ريتونون ولا الفالور ابسولي دو اكس عندنا دو فالور لهنا شي يجيك اكس والا موان زيكس كانك تختم على البليس لانفيني ها ويني كانك تختم على الوان لانفيني باش تحطو وان زيكس واضحة الحكاية ها ويني سهلت لكم العملية دونك باش تجينا مادام نختم في البليس لانفيني اكس فوا ان بليس تروا سيور اكس موان دو زيكس دونك باش نعمل اون فاكتور الاكس نتاعي لهنا شنو باش نتحسب ايجال ليميت de x tend vers plus l'infini x fois 1 3 sur x moins 2 donc il y a un autre plus plus l'infini on a un autre l'infini constante à l'infini c'est égal à 0 limite donc on a 3 sur l'infini à dire que je t'attends 0 et on a un autre 1 plus 0 tu t'attends racine de 1 c'est égal à 1 moins 2 1 موان 2 تعطيني موان 1 ونضربها في البلوس لانفيني لهنا بلوس لانفيني فوا ما لانفيني تعطيني موان لانفيني واضح لهنا باهي الحالة الثانية تو كي نجي نعطيك مثلا نحنا في ليكزومبل الأولين ايش قلتلكم لازمكم تركزوا في الألفا والكويفيسيون تاع الأ الكويفيسيون تاع الإكس كاري لازم تكتب بالشكل هذا باهي نعطيكم مثال آخر لهنا نجي نعطيك مثلا ليميت لورسك اكس تنفير بلس لانفيني دو راسين دو اكس كاري بلس تروز اكس موان زيكس ده لهنا شبتلكم لولا تتكتب في شكل AX كاري بلس BX بلس C والثانية موا ألفا إكس شو قلت لكم ركزوا في الأ الأ لهنا ستيقال أ أ ولهنا ألفا أ يعني الكريبسيون هذاك إيقال دونك لهنا شنو نعمل لهنا نمشي نعمل في الكونجيجي نضرب في الكونجيجي يا جماعة واضح الفوق ولوطا بالطبيعة ما تجيش تضرب لي لوطا برك نضربو في الكونجيجي به دونك الكونجيجي نتاع هاذيكا سيت ايكال شنو يعني ليميت لورسك اكس تنفير بلس لانفيني دو راسين اكس كاري بلس تروا موان زيكس فوا راسين دو اكس كاري بلس تروا زيكس plus x sur racine à la conjugué plus x mais il faut gagner je dois la formule c'est à l'heure de l'IA on a a moins b fois a plus b et je suis parti c'est a carré moins b carré comme pour le cadre limite لورسكي إكس تنفير بلس لانفيني نتاع راسين إكس كاري بلس تروا أو كاري موان إكس أو كاري على إكس كاري بلس تروا زيكس بلس إكس الفوق شتا نتحصلو يا جماعة لهنا تجيني إكس كاري بلس تروا زيكس يعني نحوك الراسين موان إكس كاري نحالي يطلع مزوز تبقالي تروا اكس الفوق ب كي نجيو نعوضو لهنا في البليس لانفيني تبقى لنا نفس الاشكالية لهنا دونك شنو هو الحل دونك لازمني مادام عندي تروا اكس الفوق عندي اكس الفوق دونك لوطا نعمل نحاول نخرج الاكس
اوكي من راسين باش نتحصل على الاكس نعملها اون فاكتور ونلقى الحل. دونك الليميت اكس تنفير بلس لانفيني تاع شنو تاع 3 اكس الفوق قلتلنا ولوطا سي راسين اكس كاري بلس 3 اكس plus 3x plus x. Bien. Donc, heavy. Je vais faire le x carré en facteur. Bien. Je vais faire x carré en facteur. Là où il y a 1 plus 3 à la x. Je racine x au carré fois racine de 1 sur voilà, voilà, je t'attends les valeurs absolues de x fois un absa, madame la lettre on fait le plus l'infini, je t'attends les égales de x, les valeurs absolues. Donc, nous avons x tend vers plus l'infini, fois gagne 3 x, ou l'autre gagne x racine de 1 plus x. نعمل الـ x on factor لوطا تجيني الفوق 3x ولوطا x فوا 1 plus 3 سير x plus 1 نعمل الـ simplification على الـ x تحصل limit x تنظر plus l'infini 3 racine de 1, 3, elle est à x, plus 1. T'as un arbre de l'infini, plus l'infini. Bien, non, il faut que l'arbre c'est constant à l'infini, c'est 0. Donc, 3 sur l'infini, t'as fini 0. La racine de 1, il y a 1. 1 plus 1, c'est 2. Il y a une natige interne à la limite, c'est égal à 3 deuxième. 3 sur 2. واضح يا جماعة ولا باهي باش ناخذ توا اكزامبل اخر ناش قلت لكم الماضي فات قلت لكم انه اذا الـ يعني الـ الالفا ديفيرون شنو انا اذا كيما الاكزامبل الاولين اذا الالفا ديفيرون اهي الا سامحني الا الكويفيسيون تاع البولينوم سكوند ديغري ديفيرون الالفا دونك نحاولوا نخرجوا الاكس كاري اون فاكتور بي نجربوا نحنا نشوفوا شنو يصير اذا عملنا الكونجيغي ما فما شكون يخمو في الكونجيغي ولا نشوفوا هل انها حل ولا دونك هذاك علاش حاولت ديما نلقى لكم حلول باش نعطيكم حسب الفونكسيون اللي يعطيها لك هو انت شنو تخمم فهمت ب الفونكسيون تاعنا اللي هي باهي خلينا نكتبوها هذيك اللي هي راسين اكس كاري بلس 3 اكس راسين اكس كاري بلس 3 اكس موان 2 اكس هذه هي الليميت كالكلي اللي في البلوس لانفيني اكس طون فير بلوس لانفيني نتاع هيك بيه ثم شكون يخمم في الكونجيجي خلينا نشوفوا الكونجيجي يلقى يطلع لنا حل هنا ولا بيه نبدو نحسبه في الكونجيجي معنا باش نضرب الفوق ولود هذيك علاش كي نعطيكم ميثود الاصل تبعوها لاني لأن ديما الميثود هذيك هي السامبل معناها الطريقة الأسهل بلس 3 إكس موان 2 إكس ولا الكونجيغي هو إكس كاري بلس 2 إكس على كونجيغي باهي شوفوا لهنا استغفر الله العظيم يا رب تجينا نفس نطبق القاعدة سي
باش نتجاوز برشا، ما نبقاش تجيني ياك الفورميل هذه اوكاري موا هذه اوكاري. دونك باش تنبقى نعاود في نفس التابيت، دونك هذه اوكاري موا هذه اوكاري عادة تبيع ليميت اكستنسيف بلس انفيني على راسين اكس كاري بلس تروز اكس بلس دوز اكس ايجار شتجيك تجيك اكس. هذه اكس كاري هذه اش تعطيني؟ تعطيني موان 4 اكس كاري هيك برك. دونك اش عطتني العمليه كامله فوق ليميت x tend plus l'infini moins 3x carré plus 3x à la le panier de l'IA racine x carré plus 3x plus 2x. C'est bien, je suis tout le même. Le panier de l'IA, je ne sais pas si je suis tout le même. Le hal, les goutelkom, allez, avec allez, je goutelkom, je suis tout le même. Je suis tout le même. Je suis tout شوف الكويفيسيون اللي قدام الاكس لازمها اول حاجه بولينوم مكتوب دو سكوند ديغري، وهذه مثلا موا الفا اكس ولا بلس الفا اكس، حاجتي شوف بلس ولا موا حاجتي كان بالالفا، قارنها بالا وقت اللي ايجو وقتها ما تعملش الاكس كاري تخرجها اون فاكتور وتشوفها كيما خدمنا، لا اذا ايجو تعمل الكونجيغي كي ظل ديفيرون تعمل كيما خدمنا كيك. دونك هذيا لي زيكزومبل اللي خدمناهم. اخر اكزومبل تو باش نخدموه هو ليميت اكس تونفير موان لانفيني اكس بلس راسيم اكس كاري بلس 1. لهنا كي نعملو موان لانفيني تجينا لهنا موان لانفيني، ولهنا تناخذوا اكبر دوغري تجيني بلس لانفيني، يعني موان لانفيني بلس لانفيني تعطيني فورما ديتيرمين. دونك الحل لهنا كالعاده نشوف اللي قدام الاكس لهنا شنو الكويفيسيون 1 ولهنا سي 1 ايجو. دونك لهنا شنو باش نعمل؟ باش نضرب في الكونجيغي. دونك كيفاش نعمل كونجيغي تونفير بلس لانفيني؟ الكونجيغي تجيني اكس كاري موان راسين دو اكس كاري بلس 1 او كاري، لاني ضربتها طبقت طول ما بقيتش نحسب، فهمت ولا؟ على الكونجيغي اللي هو اكس موان راسين كاري دو اكس كاري بلس 1. باهي فوق شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني اكس كاري موان اكس كاري موان زان. دونك هذي باش تتنحى تبقى لي موان زان فوق على اكس موان راسين x كاري بلس 1. بيه دونك لهنا شنو عندي ولا كي نعوضو لهنا الليميت هذا سامحوني ليميت غلط، مش في ليميت في ال مش فيني بدلتها ليميت موان لانفيني لهنا مش في الفيس لانفيني موان لانفيني. باهي تو كي نجي نشوف لهنا الفوق عندي موان زان بطبيعة ما عندها حتى دخل، لهنا كي نعوض موان لانفيني منا لهنا الإكس موان لانفيني أوكاري باش تجيني بطبيعة باش تعطيني بلوس لانفيني بلوس أن، هذي كلها باش تعطيني بلوس لانفيني موان بلوس لانفيني باش تعطيني موان لانفيني موان لانفيني موان لانفيني تعطيني موان لانفيني كونستونت على لانفيني تعطيني زيرو. دونك الليميت نتاعي سيت ايكال ا زيرو. هكا نكون كملنا ليكزارسيس نتاعنا. دونك اذا عندكم اي استفسار تنجمو تعملو تكتبو كومنتير في تحت الفيديو. وخلاصة اللي قريناه اليوم هو انك اذا عندك فورم انديتيرميني اللي هو بلس لانفيني موان لانفيني والا العكس، وعطاك فورم الفورم شكل هيك الشكل نتاع راسين ا x كاري يعني بولينوم دو سكوند ديغري فوست فوست راسين وعمل لك بلس والا موان الفا اكس،
يعني الفورمة هذه بالطبيعة ما تجيش تعملوا فورمة أخرى وتاخذوا نفس الحكاية. ب تثبت في الأ وتثبت في الألفا كانهم ديفيرون. اش تعمل؟ تعمل لي تحاول تخرج من الراسين الأولاني الـ x كاري أون فاكتور. كانهم إيجال الـ أ والكويفيسيون أ والألفا وقتها نعملوا الكونجيدي. سهلة العملية. مرحبا بكم ومشكورين على المشاهدة. السلام عليكم.